بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع التلاوة، نجتمع فيها حول مائدة القرآن لتعلم التلاوة بإتقان. معنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أعزائي المشاهدين، بحمد الله انتهينا في حلقة الأمس إلى الآية 50 من سورة الرحمن، واليوم مع الآيات من الآية 51 إلى الآية 54 نتعلم بمشيئة الله تعالى فيها التلاوة الصحيحة للآيات المباركات، والبداية بسماع الآيات المباركات من شيخنا فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله حديثا. هيا أعزائي المشاهدين، نتعلم معا التلاوة الصحيحة للآيات المباركات بمشيئة الله تعالى مع فضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نستعيذ، نبسمل، ثم نبتدئ. وقبل أن نبتدئ علينا أن نتذكر شيئا هام يتعلق بالجمل التي سوف نتلوها اليوم، ألا وهي أنها تكملة لوصف الجنتين لمن خاف مقام ربه. ومن خاف مقام ربه وخشع وذهب مع هذه الآيات بجوارحه ظن أنه في الجنة لا يعيش في الدنيا، فتأتي ما ينبه، أعني الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ استيقظ، أطرد عن نفسك الغفلة، أطرد عن نفسك هذه الدنيا وما فيها حتى تستعد لما هو قادم. إنما ما سمعت هو من محاسن الجنة، وإليك ما تتذوقه، وإليك حالك فيها، وعدنا الله وإياكم بها جميعا. تبتدئ الآيات بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فتطرد عن نفسك الغفلة والنسيان، فتقول لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. هذا هو الأول. ثم ماذا سنتنعم في هذه الجنة فيها من كل فاكهة زوجان؟ وبعد النعمة يأتي التذكرة، لأني أتلو هذه الآيات في الدنيا لا بد أن أنبه، فالإنسان كثير ما يغفل. وبعد أن ينبه لهذه النعمة يذكر الله لك مدحا أو يذكر لك حالا. أمدحهم بل أذكر لك حالهم، كلا الأمرين يجوز. إنهم متكئون، متكئين، وهذه الجلسة جلسة أهل الترف في الدنيا المعروفون بها، على فرش بطائنها، والبطائن جمع بطن، ويستخدم في اللغة لما كان أسفل، فيقال في كلامهم قلب يده ظهرا لبطن، أو عرضت حالي ظاهره وباطنه، أي سره وعلانيته. فالله يقول لك
ما يجلسون ويتكئون عليه حشو هذه الوسائد من حرير سميك المخيط أو المنسوج بخيوط من الذهب. تخيل أنت، هذا هو الحشو. إن كان هذا هو الحشو أي البطائن، فكيف يكون الظاهر؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذا هو الاستبرق. لذلك تجد هنا وقف، لأنه يتكلم الآن عن هذه الفرش، ثم يتكلم بعد ذلك عن الثمار. انتبه، جنى هنا ليست فعل، جنى هنا اسم، وجمعه أجناء وأجن. إذن جنى لكل ما يجمع من ثمار عسل إلى آخره، وجنى الجنتين دان أي قريب. بعد هذا الفهم القصير والبيان الصغير لهذه الآيات، احرص على التلاوة وقفا وابتداء، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا لنستكمل معكم الشرح، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هيا معنا أعزائي المشاهدين نستكمل الشرح العملي للتلاوة مع فضيلة الشيخ خالد للآيات من الآية 51 إلى الآية 54 من سورة الرحمن. فضيلة الشيخ. نعم. بعد أن فهمنا هذه المعاني، كيف سنبدأ التلاوة عمليا؟ أظن أنني لو قلت لك الآن لا تستعذ وتصل بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل ستشعر بالمعنى الذي من أجله لا تصل الاستعاذة هنا؟ ليس هذا حرام، ولكن هي من باب التذوق للمعاني. إذن نستعيذ، نبسمل، ثم نبدأ الآية. ماذا سنفعل في هذه الآية؟ مع كثرة تكرارها، إلا أن الأخطاء المتكررة هي هي. لكن ما هو الصواب؟ بقدر ما يتكرر من خطأ بقدر ما نكرر من صواب. 1. التشديد في الياء، فبأي، ثم هي مكسورة، فبأي. إذا وصلنا ونحن نصل لم نقف، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآية التي تليها، فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما المد الطبيعي، لاحظه جيدا، فيهما من كل فاكهة، هنا مكان الغنة بين كلمة من عند وصلها بكلمة كل، هكذا من كل، من كل فاكهة زا، عندما تصل كلمة فاكهة بكلمة زوجان معك غنة ثانية، هكذا فاكهة زوجان. هذا هو الأداء العملي. هل تمسك بالمصحف؟ لاحظ معي نون من، ستجد أنها لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، إنها خالية من الحركات. لاحظ معي كذلك أيضا أنك إذا وقفت قلت من، ما معنى أنني إذا وقفت قلت من؟ أنها ساكنة من. ولاحظ أنه لا تشكيل فوقها أو تحتها، من كو. إذن هذه النون بهذه الطريقة، بهذا السكون الذي يثبت معي إذا وقفت ويثبت معي إذا وصلت، هي التي ستخفى، ستستتر مع وجود غنة فيها. هذا كلام إذا أردنا أن نطبقه عمليا يكون هكذا، من كل. لاحظ هذه النون، لاحظ الضابط معي، الحرف الذي بعدها، إن لم تكن تعرفه فدون هذا الحرف وهو حرف الكاف. إذن سنخفي هذه النون.
فاكهة. لاحظ أن النون الساكنة التي سبقت جاءت في حرف، لاحظ ما اسم هذه العلامة، وهي كسرة تحتها كسرة أخرى، اسمها التنوين. هذه إذا تلفظت بها فاكهة تن، تن في اللفظ، أي ونعم نون مثل النون السابقة في اللفظ ولكن ليست في الخط، فانتبه لذلك. ماذا سنفعل في هذه النون، أي نون التنوين؟ مثل ما فعلنا في نون من التي جاء بعدها حرف الكاف كل، كذلك هنا أيضا سنخفي هذه النون مع وجود غنة، ويسمى كل من كل ويسمى فاكهة زا، كلاهما أخفيت، إذن يسمى إخفاء. انتبه معي كيف تكون الغنة، هكذا فاكهة زوجان، النون معي هنا سكنت، أي نون زوجان، ولكن ليس سكون نون زوجان كنون من، فانتبه، فالنون معي هنا تحتها كسرة، زوجاني، فانتبه لذلك جيدا. إذا نطق الآية عمليا، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تشديد الياء، الكسرة، حرف المد الطبيعي، المد المتصل لا، فانتبه لذلك جيدا. انتبه معي لما سيأتي، متكئين، متكئين على فرش. ستلاحظ كلمة فرش تحت الشين كسرة وفوق الكسرة ميم، أصل هذه الميم كسرة ثانية، إذن الكلام فرش، إذن هذه نون كنون فاكهة، أعني التنوين. ولكن ماذا حدث هنا؟ ستلاحظ أن الكسرة العالية التي فوق رسمت ميم ورأس الميم لأسفل. ما معنى هذا؟ معنى هذا عمليا أن نون التنوين هذه عمليا سوف تحولها، سوف تقلبها إلى ماذا؟ إلى ميم. لذلك أشار لك الكاتب مع الضبط بهذه الميم، فرشم، هكذا. هذا أول شيء، حولنا النون أي نون التنوين إلى ميم، قلبت إلى ميم، فأصبح النطق فرشم، فرشم، جميل. هل هذه الميم ستلفظ هكذا؟ لا، انتبه، إنك ستخفيها بشرط أن يأتي بعدها باء، فانظر للكلمة التي بعدها، إن كانت أولها باء فعليك أن تأتي بغنة، فإذا نظرت وجدت كلمة بطائنها، نعم أولها باء، إذن كيف يكون النطق هكذا؟ فرش باء. إذن هل سيكون في الشفتين إطباق؟ نعم، ولكن بدون كز. هل سيكون بينهما فرجة صغيرة؟ نعم، والكز دع في الشفتين، يعني عند الميم. لماذا؟ لأنك إن أطبقتها جدا أصبحت ميما مشددة، وإن فرجتها تماما لن يكون هناك ميم مخفاة، فانتبه، لا بد من إطباق مع وجود فرج صغيرة، هكذا فرش بطائنها. وانتبه للطاء، لا تأتي منك تاء، وانتبه للمد الذي بعد ذلك بطاء، والتفخيم، الطاء في أعلى مراتبها بطاء، والألف بعدها تابع للطاء، فانتبه، بطائنها من استبرق. لاحظ كلمة من هي بعينها التي مضت معي في كلمة من كل، ولكن الفارق هنا أن ميم، أن نون من هنا معي، انظر إليها جيدا ستجد عليها ضبطا معينا يشبه رأس الحاء لو كتبتها، هذه هي علامة السكون، فانتبه،
وعلامة السكون أنها أصلية واضحة أي النون، سوف تقرأ هكذا: من استبرق. وهمز كلمة استبرق همز قطع. ما معنى همز قطع؟ أي أنك ستقطع الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها. سأبين النون ثم آتي بالهمز الذي قطع النون عن السين بعد ذلك، فأنطق من استبرق. إذن هكذا يكون نطق لهذه النون واضحة جلية، والشرط الحرف الذي بعد النون. انظر إليه جيدا، إنه الهمز استب، والباء تقلقل والقاف عند الوقف تقلقل، استبرق. وجنى عند الوقف، أما إذا وصلنا وجنى الجنتين، وانتبه جيدا لنطق الجيم، الجنتين دان، ولكن عند الوقف تحذف نون التنوين وتصبح النون ساكنة وتقرأ وجنى الجنتين دان. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، استمعنا إلى التلاوة من فضيلة الشيخ عبد الباسط، ثم تبع ذلك شرح المعاني اللغوية، ثم بعد ذلك شرح التلاوة عمليا. نبدأ في تلقي اتصالاتكم الآن وعرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد. وقبل أن نبدأ في تلقي اتصالات، أنبه حضراتكم إلى أن حلقة الغد بمشيئة الله تعالى ستكون مراجعة لسورة المجادلة، ومن كل أسبوع يوم الأربعاء بإذن الله تعالى سيكون مراجعة لما هو قبل، يعني من سورة المجادلة وإحنا نازلين إلى آخر المصحف بإذن الله تعالى، على أساس نكون بنتعلم جديد وبنراجع القديم عشان ما ننساهوش بإذن الله. معنا بداية الحاجة بكرية من اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش فيهما من كل يا حاجة بكرية. فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فاكهة. فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء. آلاء ربكما تكذبان؟ فمتكئين على فرش بطائنها من استبرق. بطائنها من استبرق. بطائنها من استبرق. من إي. من هي. من هي. استبرق. من استبرق. ماشي. وجنى. وجنى الجنتان دان. الجنتين. الجنتين دان. أحسنت يا حاجة بكرية، ربنا يبارك فيك تابعينا، ونخلي بالنا من التشكيل، ربنا يبارك فيك مرة واثنين وثلاثة، ونتابع من يقرأ معانا عشان نخلي بالنا من اللي أنا قلته مع حضرتك عشان تشوفيه كده عمليا وتسمعيه مرة واثنين وثلاثة. ربنا يبارك فيك حاجة بكرية، أحسنتي. شكرا لك يا حاجة بكرية، بارك الله فيك. معانا الحاجة أم أحمد من الدقالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أمي، مرحبا بيك، تفضلي. ربنا يرضى عنك يا رب، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، ودنا الجنتين دان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، أحسنت يا أم أحمد، ربنا يبارك فيك ما شاء الله عليك. شكرا لك يا حاجة أم أحمد. الأستاذة وفاء من القراءة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها
بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. واحدة واحدة كده، من استبرق وجنى، مش هقول لك ما توصليش، اوصلي بس نوصل صح. خلاص. من استبرق وجنى الجنتين دان، اسمحك مرة كده. من استبرق وجنى. من استبرق، هقولها بقى هقطع. طيب اقطعي كما تحبين. ماشي. من استبرق وجنى الجنتين دان. جميل، الجنتين اللي الجنتين دان. جميل، الله يفتح عليك يا حاجة وفاء. ما شاء الله. شكرا لك يا حاجة وفاء، موفقة ان شاء الله. الحاجة انشراح من اسكندرية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أمي، أهلا بيك، مرحبا. أهلا بحضرتك. تفضلي يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. صدق الله العظيم، أحسنت حاجة انشراح، ربنا يبارك فيك. بس نخلي بالنا بطائنها المد الأربعة أقل حاجة، وجزاك الله عنا كل خير وأحسنتي. شكرا لك يا حاجة انشراح. الأستاذة إناس من الدقهلية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ عماد؟ أهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ممتاز، احسنت حاجه ايناس، ما شاء الله يا استاذه ايناس، مستوى متميز فعلا. حاجه سميره، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا امي، مرحبا بك، اتفضلي. جزاكم الله خيرا. واياك يا امي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، احسنت حاجه سميره، ربي يبارك فيكي. بس عايزك تسمعي من الايه ديت على قصر نفسي. فيهما من كل فاكهة زوجان. ربنا يبارك فيك يا رب حاجة سميرة. شكرا لك يا حاجة سميرة. الأستاذ سهام من القاهرة، السلام عليكم أستاذ سهام. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير يا أستاذ سهام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. صدق الله العظيم، أحسنتي، ما شاء الله ممتاز، الله يفتح عليك يا أستاذ سهام. الأستاذة فاطمة من أسيوط، سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. أحسنت حاجة فاطمة. احنا أخرنا وجنى الجنتين دان، ده رقم واحد. اتنين، من استبرق، دي رواية حفص، فنخلي بالنا الرواية من أصولها كده، من استبرق. النقل ليس من أصول هذه الرواية، فنخلي بالنا. ربنا يبارك فيك. شكرا لك يا حاجة فاطمة. الحاجة أم محمد من القراء، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيكم. وفيك يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهم من كل فاكهة زوجان. يا حاجة أبو محمد. نعم. فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. جميل. بطائنها. بطائنها من استبرق. من استبرق. وجنى الجنتين دان. الجنتين. وجنى الجنتين دان. جميل أم محمد، ممتاز. الله يفتح عليك. صدق الله العظيم. أحسنت يا أم محمد. الله يفتح عليك يا حاجة أم محمد. ألاء من اسكندرية، ازيك يا ألاء؟ يلا يا ألاء ابدأ انت معانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. يا آلاء. فيهما، ده أصل الرواية دي كده حفص، فيهما، فنخلي بالنا، فيهما من كل فاكهة زوجان. يبقى نخلي بالنا من التشكيل. كمان مرة. فيهما من كل فاكهة. من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. يا آلاء. على فرش بطائنها. على فرش بطائنها. من استبرق. من استبرق. جميل. وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين دان. ممتاز يا آلاء، الله يفتح عليك يا بنتي. الله يفتح عليك يا آلاء، ما شاء الله تلاوة جميلة، بارك الله فيك. معانا الحاجة أمال من القراءة، سلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك. تفضلي يا فندم. أنا برجو من الشيخ خالد إن أنا عندي سؤال، بس أرجو منه وبترجاه جدا جدا إن هو يجاوبنا عليه لحد يوم الثلاث الجاي. إحنا أنا بروح مقرأة وحصل نزاع بيننا وبين بعضنا، بنقول إيه؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. مجموعة تقول إن النون مع النون مثلين صغير، مثلين مطلق، ومجموعة تقول لا دول مش مثلين علشان النون التانية دي نون إخفاء،
ليس هي ايه، ما هيش حرف صحيح، ده حرف مخفي. فعايزه الاجابه من الشيخ جزاه الله خيرا. مثلين ربنا قال اسالوا مثلين مثلين يا حاج امال اهو خلاص هو رد على حضرتك اهو خلاص. الاول متحرك الثاني ساكن أيوة. على طول مطلق. نعم مطلق مطلق بس دي اخفاء. وايه يعني؟ ما هي الاخفاء ده مش مشكله، والاخفاء ده مش اصله ساكنه، نون ساكنه بس. طيب خلاص خلصت 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 خلصت، طالما نون ساكنه انتهت يعني مش لا 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 مثلين. اتفضلي يا حاج جمال اقراي. طب ماشي، طب مثلين يعني هي مثلين. اه طب شكرا جزاك الله خير. اقراي بقى يلا. طب مش عايزه اعطل بقى، انا ممكن ما اقراش، خلي غيري يقرا بقى. زي ما تحب. شكرا جزاك الله خيرا. وياك ما شاء الله. يعني طبعا مهم جدا ان احنا نحضر المقارئ اعزائي المشاهدين وان احنا نتعلم، لكن بالنسبه للخلاف طبعا ده يرجع فيه للعلماء، وان المهم ان احنا نتعلم التلاوه، لكن بالنسبه للاختلافات اكترتها صوريه ما هيش حقيقيه، لكن ما شاء الله بالنسبه للتلاوه الاساس ان هي تكون تلاوه صحيحه. بارك الله فيكم اعزائي المشاهدين، سنخرج الى فاصل قصير ثم نعود اليكم سريعا، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة الرحمن من الآية 51 إلى الآية 54. معنا أم شادي من القيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم شادي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم إعرضي التلاوة على الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. جميل يا أم شادي، قولي ورايا كده الكلمة ديت، متكئين على. متكئين على. جميل، الله يفتح عليك، احسنت يا ام شادي، ربنا يبارك فيك. شكرا ليك يا حاجه ام شادي. الحاجه رقيه من كفر الشيخ، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فباي الاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهه زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. حجة رقية قولي ورايا كده، الجنتين. أي وجنى الجنتين دان. ربنا يبارك في حاجه ممتازه حاجه رقيه، الله يفتح عليكي. ما شاء الله عليكي حاجه مجتهده، بارك الله فيكي. معانا الحاجه امال من اسكندريه، سلام عليكم. حاجه منال اتفضلي. عفوا يا حاجه. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا جميعا الان تحيه وصلاه وسلاما عليك يا حبيب الله. ازيك يا حاجه منال؟ الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامه، بقالك كتير ما بتتكلميش. الحمد لله. لعل المنع خير. الله ربنا يبارك فيك. الظروف بس معلش. يلا الحمد لله، اتفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، أحسنت حاجة من ربي يبارك فيكي. بس عايزين ننبه إن القراءة لا يخرج من الأنف إلا الغنة فقط، ما عدا ذلك من
الفم، فنخلي بالنا من دي. ربنا يبارك فيك يا حاجة منال. شكرا ليك يا حاجة منال. الحاجة لبنى من دمياط، اتفضلي يا حاجة لبنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا يبارك فيك يا حاج لبنى. واحد، أخلي بالي من الياء المشددة أنها مكسورة، فبأي هكذا. اتنين، من استبرق، ده تمام الكلام للفرش المحشوة. أقول استبرق وجنى الجنتين، هو طبعا ليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، ليس الوصل بحرام، بس لما أوصل الجملة كلها على بعضها عشان يبقى واضح الفرق ما بين ما كان محشوا من استبرق وبين ما يقطف ويجمع من ثمار. كده أنا جمعت ما بين الحرير السميك وبين ما يجمع من ثمار، فأخلي بالي عشان لو حد بيسمعني يعرف إن ده شيء وده شيء. يبقى كلمة استبرق حتى تجد أقل شيء في غالبية المصاحف تقريبا والله أعلم، والمصحف الحافظ عليه في جيم، جيم يعني جواز الوقف. طب لو هوصل يبقى من أول الجملة، وليس كلامي لك ملزما أو لمن يقرأ، لكن هو من باب التوضيح ليس إلا. ربنا يبارك فيك يا حاجة لبنى. شكرا لك يا حاجة لبنى. الحاجة فتحية سلام عليكم. تفضلي يا حاجة تفضلي. أنا مع حضرتك. السلام أهلا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. جميل يا حاجة فتحية، بس نخلي بالنا من الضم في قوله فروش، وما يلتبسش على حد لما جه أحد المتصلين قرأ وحب يوصل معرفش يوصل من استبرق وجنى، فأنا علمته إزاي يوصل فرجع وقف. لا، ده أنا بعلم لما وصلت من استبرق وجنى، بعلمه إزاي لو أراد أن يصل كيف يصل. ما كانش عارف المتصل تشكيل القف استبرق إيه، فلا يظن ظان إن من استبرق وجنى هيوصل. لا، أنا كنت بعلمه إزاي يوصل، وما حدش يظن ان في تناقض بين الموقفين. لما كنت بتكلم مع المتصل التاني بقول له تقف هنا عشان نفصل ما بين هذا وذاك، عشان دي قضية ودي قضية، ما يلتبسش فيها على المشاهد الكريم ازاي الشيخ يقول هنا اوصل ويقرأ ويؤدي وهنا يقول لا ما توصلش وينبه. لا، نخلي بالنا، دي كانت قضية ان المتصل ما كانش عارف ازاي يوصل، فبقول له حبيت توصل تشكيلها كالتالي. التاني لما جه وصل عنده القدرة انه يقف ويجيب من اول آية ويوصلها كلها على بعضيها، ما فيش اي مشاكل، انما اقف عندها ثم ابدأ من استبرق وجنى، لا هنا بقى اخلي بالي من جزئية الوقف والابتداء. يبقى هذه جزئية وهذه جزئية، ونخلي بالنا من هذه المواقف، وربنا يبارك في الجميع. شكرا لك يا حاجة فتحية. بنتنا هديل من المطروح، تفضلي يا هديل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا هديل بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء
ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت هدي ربنا يبارك فيك، بس احنا أولنا فبأي آلاء ربكما تكذبان وآخرنا كلمة دان، ده رقم واحد. اتنين، انت قراءتك ما شاء الله جيدة، المد الطبيعي ما تزودش فيه عن حده الطبيعي، ربنا يبارك فيك وتدربي عليها كويس وتابعينا يا هديل، الله يفتح عليك يا بنتي. شكرا لك يا هديل. حاجة منى من القراءة، سلام عليكم استاذة منى. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، من استبرق، من استبرق، وجنى الجنتين دان، وجنى الجنتين، وجنى الجنتين دان، صح كده؟ تمام، شكرا. طيب كلمة دان نكملها، وجنى الجنتين دان، وجنى الجنتين دان، صدق الله العظيم. أحسنت يا أستاذة منى، ربنا يبارك فيكي. شكرا لك يا حاجة منى. آخر اتصال مع أم محمد، سلام عليكم يا حاجة أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة، من كل فاكهة، من كل، من كل فاكهة زوجان، فاكهة زوجان، فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طيب، بطائنها من استبرق، وخلي بالك من الطاء في بطائنها، وخلي بالك من القاف استبرق، بين الطاء كويس والقاف كويس، الله يفتح عليكي يا أم محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا لك يا حاجة محمد. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. تنبيه أخير، إن حلقة الغد بإذن الله تعالى مراجعة لسورة المجادلة، من أول دقيقة هنفتح المصحف وهنبدأ إن شاء الله في مراجعة السورة الكريمة، وغيبا إن شاء الله أيضا برضو ممكن إن شاء الله نسمع السورة مع فضيلة الشيخ خالد، من أول دقيقة في انتظاركم غدا بإذن الله تعالى، ومفيش شرط طبعا الاتصال مرة واحدة في الأسبوع، في انتظاركم في حلقة الغد. فضيلة الشيخ معنا دقيقة لأهم الملاحظات على تلاوة اليوم. أهم ملاحظات، لو أنا بصحح حاجة معينة لأي قارئ ما، طيب ينفع إن أنا أترك الجملة بدون ما أكمل؟ لا، أخلي بالي أنني في قراءتي أنا أتعلم فأعيد الجملة علشان أكملها. مثال، وجنى الجنتين دان، صلحت الكلمة لكن لسه ما قلتش الجملة، فأخلي بالي وأعيد الكلمة مرة ثانية. طيب كلمة من استبرق، في هذه الرواية وهي رواية حفص عن عاصم يحقق الهمز ويبينها كويس قوي قوي زي النون اللي قبلها يوضحها، هكذا من استبرق. كذلك من أصول هذه الرواية معانا في كلمة فيهما، في قوله فيهما من كل فاكهة، أخلي بالي إن الهاء فيهما مكسورة كده، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد، جزاكم الله خيرا أعزائي المشاهدين. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، إلى حلقة الغد أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.